بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو بتاعنا عن الزغليل وازاي ان انا اقدر احافظ على الزغليل بتاعتي من الامراض وما يجيلهاش امراض باذن الله. ده اللي هنشوفه في الفيديو مع بعض ان شاء الله. دلوقتي على بركة الله بقى نبدأ الفيديو كده يا جماعة. انا جمعت الزغليل اللي هي داخل السلاكة زي ما انتم شايفين كده. انا قبل ما ابدأ اكل في الزغليل او ابدأ اكل في اللصوص اللي هي داخل السلاكات عشان تأكل الزغليل لازم ادي الجرعة دي. الجرعة دي بتاعتنا هي يا جماعة زي ما انتم شايفين كده 10 سنتي مية اهي كده 10 سنتي مية اهو على ليمونة زي ما احنا شايفين. وليه ليمونة يا جماعة؟ طبعا الناس اللي هي كنا بنتكلم في فيديو قبل كده ده اللي انا بعمله مع الزغليل بتاعتي اهو كده. ننزل بس الكاميرا. طبعا لو مش عندك طبعا الفلاجيل او الامريزول ممكن تشتغل برضو بنفس الطريقة اللي احنا بنعملها دي كده. ادي 10 سنتي مية على ليمونة زي ما احنا شايفين اهو كده يا جماعة. ابدأ اعصر الليمونة كويس جدا اهو. وطبعا احنا عارفين يا جماعة فوائد الليمون بالنسبة للحمام بتاعنا. طبعا ده حمض والحمض طبعا واحنا عارفين ان البكتيريا لا تتعايش مع الحمض. يعني لو في اي كانكر عند الزغليل او اي مرض معوي هتبص تلاقي طبعا الليمون ده ان شاء الله هيقضي عليها. ده هيقوم لك الزغليل بتاعتك ويخلي الزغليل صحتها كويسه بفضل الله. وهنضيف على 10 سنتي اللي احنا حطيناهم دول نص سنتي خل تفاح. طبعا يا جماعه خل التفاح ده يا ريت يفضل موجود عندنا داخل السلاكه باستمرار. ادي اهو كده نص. ادي اهو كده يا جماعه نص سنتي خل التفاح هنحطه على الليمونه اللي احنا عصرناها على 10 سنتي ميه. ونبدا بقى نمسك الزغليل بالطريقه دي كده. ده كده يا جماعه قبل ما ابدا اكلف الزغليل. اذا كنت اكلف طبعا الزغليل طبعا اعمار مختلفه زي ما احنا شايفين اهو كده. نبدا كده يا جماعه نمسك الزغليل اهو نسحب بقى بالسرنجه كده. وامسك اول زغلوله اهو الصغير اللي معانا اهو كده بنفس الطريقه دي كده وبالسرنجه هديله سنتي اهو. وامسك اللي بعده امسك طبعا الزغلول اللي بعده كده اهو. بص يا جماعه احنا مثلا هنا على العلامه رقم 5 او الشرط رقم 5 اهو كده هديله لغايه 4. وادي الزغلول اللي بعده اهو. انسى اي امراض طبعا هتيجي باذن الله للزغليل اذا كانت طبعا كانكر او اي فطريات بتيجي للزغليل. وادي عمره اكبر تاني طبعا. بحاول بقى انقل الزغليل دي كده اهو كده يا جماعه. حتى الزغلول جعان ادي 2 سنتي الشرطة 2 يعني. وادي اللي بعده. كل الزغليل يا جماعة هعمل معاها كده مرة او مرتين. انسى اي امراض باذن الله هتيجي للزغليل. نسحب الجرعة التانية. ده اللي انا بعمله مع الزغليل بتاعتي بفضل الله. ما بيبقاش فيه زغلول يا جماعة عنده اي امراض. حتى الزغليل المراسلة اهي كمان مجمعها زي ما انتم شايفين اهي معاكم. كل الزغليل قبل ما ابدأ اكلف بعمل معاها كده مرة الصبح ومرة بالليل. هتعب مع الزغليل بس هيبقى عندي زغلول صحته كويسة ومش هيبقى فيه أي أمراض بإذن الله. بمسك كل الزغليل طبعا يا جماعة واحدة واحدة. طبعا حتى لو كمية الزغليل عندك كتيرة ما تتعبش. ولو تعبت حتى هيبقى ليها متعة صدقني لما تلاقي الزغليل عندك طالعة صحتها كويسة. طبعا حتى لو انت دي طبعا الزغليل اللحم اللي احنا بنخرجها. حتى لو احنا خرجنا طبعا زغليل اللحم بتروح لصاحبها او للي هيشتريها باذن الله بفضل الله هتبقى صحتها كويسة ومش هيبقى فيها اي امراض. ده كده انا بعمل الموضوع ده يا جماعة لمدة 3 ايام في الاسبوع. يعني مثلا ايه اول 3 ايام في الاسبوع بعمل الموضوع ده. غير بقى ان انا مثلا بدي جرعات بقى فلاجيل الكلام ده.
دي كده يا جماعة الجرعة اللي احنا بنديها للزغاليل بتاعتنا، عشان برضو بعض الناس اللي هي كنا اتكلمنا قبل كده مع الزغاليل في عمر 10 ايام ببدأ اديها الجرعة اللي هي زي الامرزول او الفلاجيل، طبعا بيبقى مطهر معوي، زائد ان هو لو في اي كانكر او بكتيريا داخل معدة فرد الحمام او الفيصلة بتاعته عليها تماما، زائد ان احنا طبعا لازم نبقى مستمرين مع الموضوع ده مع الزغاليل بتاعتنا، وخصوصا طبعا في الاعمار اللي هي الصغيره، علشان طبعا نقدر ننتج زغلول كويس خالي من الامراض. الموضوع ده طبعا هنعمله طبعا الليمون طبعا احنا عارفين فوائده، وعارفين فوائد خل التفاح، ما متكترش مع خل التفاح مع الليمون. طبعا خل التفاح ده يا جماعه انا بفضل ان انا استخدمه مع الادويه بتاعتي كلها. خل التفاح ده مهم جدا ولازم يكون موجود عندنا باستمرار في المكان بتاعنا. دي كده يا جماعه الطريقه اللي انا بستخدمها مع الزغليل بتاعتي عشان ان انا اقدر انتج زغلول كويس ويبقى صحته كويسه، وحتى كمان زي ما احنا اتكلمنا سواء اذا كنت هربيه او ان انا هبيعه يبقى برضو ان انا اعمل له مناعه كويسه. طبعا الليمون حمض والبكتيريا لا تتعايش مع الحمض زي ما احنا قلنا. ودي كانت حلقتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم، وما تنسناش في نهايه الفيديو باللايك والشير، وما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.